تستعد هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع مؤسسة Fingers and Doors الفرنسية والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي لإطلاق المؤتمر الدولي الأول من نوعه في الوطن العربي، الاستثمار في الثقافة، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك يوم غد في كل من مسرح البحرين الوطني ومتحف البحرين الوطني والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الشيخة هالة بنت محمد الخليفة، مديرة إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار. بعد التحية الشيخة هلا، كم عدد المشاركين في المؤتمر وما أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر؟ شكرا جزيلا أختي على المداخلة، سعيدة أني أتواصل معكم. المؤتمر فيه أكثر من 300 مشارك ومشاركة، نعم. وتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني لهيئة الثقافة والآثار، وحصلنا على أكثر من 250 شخص ينضم إلى المؤتمر يوم الغد. نعم شيخة هلا، هل هناك أو هل ستكون هناك فعاليات مصاحبة للمؤتمر؟ وإن وجدت، ما هي أبرز تلك الفعاليات؟ نعم، هو يوم حافل بندوات كثيرة تتعلق بالاستثمار في الثقافة، بعلاقة المعنيين بالثقافة، لتطوير الحراك الثقافي على المستوى المحلي والدولي. نعم. وراح تكون في ندوات مختلفة. افتتاحية المؤتمر يكون بمسرح البحرين الوطني، ومن ثم يتجه الحضور او الاشخاص الذين سجلوا في الجلسات النقاشية الى المركز الإقليمي، إلى متحف البحرين الوطني، إلى قاعات متنوعة لحضور العديد من الندوات تحت عناوين مختلفة. نعم، البحرين اليوم تتجه إلى الاستثمار في السياحة، ما أهمية نعم. هذا المؤتمر خاصة وما ملائمته لهذا التوجه؟ نعم، الاستثمار في الثقافة يعني بكل من هو مختص بالقطاع، بقطاع الثقافة، بقطاع يعني إبراز البلد، معالم نعم. البلد، كيفية تطوير يعني الـ 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 الأشياء الموجودة في الهويات، المواقع، المعالم التي تخص كل البلدان وكل الشعوب. نعم. نجتمع غدا مع أبرز الشخصيات، المسؤولين في القطاع الخاص والحكومي، صناع القرار، ممثلين عن بعض الشركات الخاصة، والمستثمرين في المشاريع الثقافية تحت مظلة واحدة للنقاش، نعم. للحوار، لتبادل الآراء والخبرات. نعم، الشيخة هلا بنت محمد الخليفة، مديرة إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك.